سلطة الفاصوليا اللي بتتقدم في كتير من المطاعم وانتوا عارفينها، تمام؟ تعالوا نقول المقادير على طول ونشتغل. هنعمل سلطة فاصوليا، هنحتاج نص كيلو فاصوليا خضراء مسلوقة متقطعة ثلاث أجزاء، ربع كيلو فاصوليا بيضة مسلوقة، ربع كيلو فاصوليا حمراء مسلوقة، بصل متوسطة حمراء متقطعة شرايح رفيعة، فلفل أحمر، فلفل أصفر، خل أبيض نص كوباية، 4 معالق ونص سكر، 2 معالق كبيرة خل، 3 معالق كبيرة عصير ليمون، ملح وفلفل أسود. شفتوا المقادير ما فيهاش حاجات كتير. الفاصوليا ممكن تستخدموا 3 أنواع فاصوليا، ممكن تستخدموا نوع واحد على فكرة، مش مهم خالص الـ3 أنواع، بس أنا هعملها النهاردة الـ3 أنواع. أول خطوة هعملها، تمام؟ تاخدوا بس المقادير علشان ايه، الوصفة دي سهلة جدا ولكن هي التكنيك اللي بيفرق. اول خطوة انا باخد البصل ده بحطه في بولة، بحط عليه مية بتغلي اهي، شايفين؟ اسيبه ربع ساعة. يبقى اول حاجة علشان تطلع معايا زي بتاعت بره، بغلي مية وبحط المية السخنة دي على البصل اللي انا مقطعه عندي شرايح. خلاص اهو تمام كده. ونقول الو يا مدام نادية قاهرة مش اسكندرية. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ ازيك يا فيزيان. ازيك، ازاي حضرتك عاملة ايه اخبارك؟ اقول فيفي زي ما متعودين نقول فيفي ولا فيزيان؟ ده حضرتك تقولي اللي انت عايزاه. ده حضرتك تقولي اللي حضرتك عايزاه، ده انا اسمي يعني حسيت ان هو حلو قوي. تعيشي. يعني على فكرة أنا جربت الحمام. جميل جدا جدا، تسلم إيديكي حبيبتي. تسلم يا رب. بس أنا بجربه بالفريك. أيوة عملته بس حلو قوي قوي قوي، جميل. ألف هنا وتسلم إيدك. وجربت برضو الفراخ. أيوة وبجد أنا يعني بشكرك قوي، حاجاتك كلها جميلة جدا جدا. ده أنا اللي بشكر حضرتك لثقتك فيا. لا إزاي، أنت عارفة يعني أنت غالية علينا. ميرسي جدا والحمد لله على سلامتك وسلامة الأولاد وكله. حبيبتي الله يسلمك. ورانا أنا يعني إنسانة جميلة جدا جدا، وشكورها لي جدا إن هي ردت عليا تاني بعد ما الخط قطع. حاضر، بتشكرك يا رنا. وشكرك اللي عندك ودايما كده يا رب متألقة على طول على طول ومن جديد لجديد يا فيزيان. يا حبيبتي ميرسي جدا جدا لحضرتك، وميرسي لمكالمتك، ودايما دايما يا رب ثقتكم فيا ما تحرمش منها جدا خالص خالص ابدا. لما بتحرج احيانا بقول كلام كده ايه ملخبط شويه، بس انتم مقدرين. طيب ومدام نادية الجميلة اللي من القاهرة بتكلمنا، وميرسي جدا جدا على بجد مكالمتك الحلوة دي. انا عملت ايه؟ انا هنا حطيت الفاصوليا الالوانات كلها عندي، وحطيت الفلفل خلاص، وبعدين حطيت انا عندي هنا المقدار 4 معالق ونص سكر، هنا حطيت 3 معالق ونص سكر، وهنا حطيت ايه المعلقتين الخل، تمام كده. وكمان اهو قلبتها. المفروض ان دي تقعد في التلاجة لوحدها من غير البصل 4-5 ساعات معاها كل المكونات بعد البصل. حطيت السكر وحطيت الخل، المقدار هنا 3 معالق سكر عليهم معلقتين خل، خلاص 3 معالق سكر عليهم 2 معالق خل. هنا بقى هنا هعمل ايه؟ هصفيه بعد ما نقعته لمدة ربع ساعة. خلاص ثانية واحدة، البصل هنا بقى اللي هيتحط عليه نص كوباية خل، البصل ده اللي هيتحط عليه نص كوباية خل وهيتحط عليه 2 معالق ونص سكر. يبقى البصل عندي هنا اللي هيتحط عليه ايه؟ نص كوباية خل ومعلقة ونص سكر، وكمان هيتساب في التلاجة لوحده نفس الوقت اللي هي هتتساب. التركة هنا ان ده بيتعمل لوحده بس بنفس المكونات السكر والخل، وده هنا بيتعمل لوحده بنفس مكونات السكر والخل. ده بيتساب ربع ساعة في مية بتغلي، وبعدين بصفيه وبحط عليه السكر والخل وبسيبه في التلاجة 4-5 ساعات، وده كمان بحط عليه السكر والخل بعد ما بيتسلق تماما، كل حاجة بتبقى مسلوقة وبحط عليه السكر والخل خلاص، وكمان بسيبها في التلاجة ايه الـ4-5 ساعات. وبعدين عند التقديم، بيتجمعوا مع بعض زي الحلوين عند التقديم خلاص. هي دي هتاخده ساعتها نتيجة زي المطاعم بالظبط.
يبقى هنا تركت ان هي تبقى زي المطاعم، اولا الوقت اللي بتتصفي الثلاجه، ثانيا التتبيل اللي على مرحلتين. خلاص وهتتقدم معايا وخلاص خلصت كده. ومعانا تليفون صح؟ الو يا مارينا، ازيك؟ الو يا شيف فيفيان، ازيك؟ ازاي حبيبتي، عامله ايه، اخبار؟ اخيرا وصلت لك يا شيف فيفيان. يا حبيبتي انا اسفه، ده شرف ليا، معلش احنا الخسرانين. عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي، نورتي الشاشه تاني. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. ايه الحلاوه والفراخ الحلوه دي يا حبيبتي، تجربيها وتقولي لي ايه رايك بقى. تسلم ايدك، لا كده هجربها، عجبتني خالص. انت منين يا مريان؟ ملاوي. نسيتيني يا شيف فيفيان؟ ملاوي؟ لا ما نسيتكيش، معلش انا عندي ناس كتير بتكلمني من ملاوي. لا انا ليا جمهور في ملاوي في المنيا. هي الناس كلها بتحبك اصلا يا حبيبتي، ربنا يخليكم وما تحرمش منكم ابدا ابدا بجد. تكلمي ماما؟ طيب عايزه اتكلمك. يا سلام، اتفضلي، ده احنا هناخد النهارده بركه كبيره. الو يا شيف فيفيان. اي حبيبتي، ازيك؟ الو، بالله على سلامتك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، الله يسلمك، ميرسي جدا. انا فرحانه ان انا بتصل منك يا شيف فيفيان، يعني ده انا اللي فرحانه اكتر. انا اللي فرحانه اكتر. يا ربي يخليكي حبيبتي. الاكلات الحلوه اللي بتعملي تجربها، لذيذ جدا وحلوه. طب الحمد لله ان هي بتعجبك بجد، وبتلاقيها مختلفه. ايوه مختلفه وجديده عن اللي احنا بنعملها طبعا، وبنستفاد من الحلقه. يا حبيبتي ربنا يخليكي، وانا كمان بستفاد منكم جدا جدا، ميرسي جدا جدا لحضرتك، وميرسي لمكالمتك، وميرسي لمريان، وربنا يخليها ليكي يا رب. ودايما عايزه اسمع صوتكم، مش بقول طبعا اكيد كل يوم. ميرسي لحضرتك، كل يوم، عشان احنا برنامجنا كل يوم اكلة. معايا. ميرسي لحضرتك جدا جدا، ومنورتيني بمكالمتك. ايه حضرتك ومريان؟ بصوا، مش عايزه اقول لكم، فعلا فعلا الاكل حلو والوصفات حلوه، بس اليوم بيحلى بمكالمتكم، اليوم بيحلى بجد باتصالاتكم، بتشجيعكم، بدعمكم، بكلامكم الحلو، بثقتكم فيا. اليوم بتاعي هو ده بيبتدي، يعني فعلا فعلا بيكو. النهارده وصفاتنا كانت خفيفه جدا، عملناها بابسط طريقه. عملنا ايه؟ دجاج تكه اللي هو بيتعمل في مطاعم كتير، دي طريقه، ده من المطبخ الهندي، سهل جدا، التوابل بتاعته بسيطه، بس هو بيتميز ان ليه توابل مختلفه عن اي وصفه تانية. خلاص بنحطه في الفرن زي ما انتوا شفتوا، بياخد ساعه تقريبا بالظبط، بيطلع معانا شايفين مشوي كانه على الفحم. وحطيت بعد كده فحمايه وعملتها بشويه ايه زيت علشان ريحه الفحم تطلع ويبقى كانها مشويه على الفحم، ولكني لا احبذ الخطوه اللي احنا عملناها دي كتير، يعني لو تعرفوا تاكلوه من غيرها فتبقى افضل كتير صحيا. عملنا خبز الثوم السهل جدا 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 البسيط، انتوا شايفين زي ما قلت لكم، ينفع معانا نقنقه بالليل او في النادي او على البحر، سهل اي بسيط. وكمان عملنا سلطة المطاعم، الفاصوليا الغنية المغذية جدا، وقلت لكم تركتها هي بس طريقة تتبيلها، البصل اللي بنحطه في مية مغلية ربع ساعة فبيطرى كده، وطبعا لازم البصل يكون، يفضل ان هو يكون احمر، لان البصل الاحمر بيبقى فيه نسبة سكر فبيسكر لنا الحاجة، واحنا كمان بنحط عليه سكر وبنحط عليه خل، تمام. وبعدين بنعمل بقية المقادير كلها لوحدها، ده بيقعد في التلاجة من 4 لـ 5 ساعات، وده بيقعد في التلاجة برضو من 4 لـ 5 ساعات، وبعدين بيتقابلوا بعد كده فين؟ بيتقابلوا بعد كده عند الايه؟ التقديم، وتبقى سفرة بسيطة في الحر ده، مش هتقفي كتير، الفرن هتشغليه ساعة وانتي مشغلة الفرن، هتستثمري الوقت ان انتي برضو تعملي خبز التوم ده وكمان السلطة، بس هي دي اللي ايه؟ طريقة تحضيرها ما خدتش منها ربع ساعة، ولكن يفضل انتي تعمليها من بالليل وتاكلوها تاني يوم على الغدا، هتبقى معاكي رائعة وهايلة. كل ما تقعد في تتبيلتها أكتر والسكر والخل، كل ما تديكي طعم زي بتاع المطاعم بالظبط. حلقة خفيفة وكانت جميلة بيكو بمكالماتكم، إن شاء الله برضو هستنيكو بكرة من 1 لـ 2 في ميعادنا على قناة تين تي في، كل يوم أكلة مع فيفيان. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.